متابعين على صفحة ايوه تفضل. الفيسبوك عندكم لافتة، والله قال البعض أن على الفيسبوك انتشرت صورة فيها الصيادون التقليديون والأسماك يصوتون التعديلات الدستورية، حاسين بهذه اللافتة؟ هسه انا اول معدل وشني قصته؟ سنة الأسماك قصته. يصوتوا. شوف اسمعني والله، شوف قولوا انه هو قد ما يصوت يقار احنا بقى لا نصوت تسمع، ولا عاد ما يعرف كلام البيران ولا كلام النصارى اذا معناها مفهوم. انت معايا؟ واضح. الحوت قد ما يصوت يقار بالمعنى ان احنا والدابه وحبلها تمعاد ماشيين مع الدستور تصوتون التعديلات الدستوريه. اذا هو معنى هذا اذا عاد يعرف كلام البيران اذا هو معنى اذا متفاصل له معناكم ماشيين في التعديلات حقبة هو معناها عندكم ذيك والاسماك. اذا جميع